الكاميرون. انطلق اول امس السبت بمباراه افتتاحيه بين الكاميرون اصحاب الدار، مباراه تندرج ضمن فعاليات المجموعه الثالثه مشاهدينا لقاء اليوم امام منتخب التوغو. تمشي كره مغربيه، محاوله لرامورو، راس الحربه تقريبا 4-2-3-1، وكذلك في بعض الاحيان 4-3-3. الرياضي تمشي كره اماميه متابعه بعد ذلك من جانب عبد الكريم. بروكينيه مغربيه في هذه اللحظات، يوسف بالراس كان الاقرب، يقطع كره في الشان، لعب الزمالك والعرضيه بعد ذلك الدفاع يتدخل. مالك وبنون في الاهلي، وانسى كذلك بعض الاسماء التي احترفت خات التي لا تحضر في الكان عاده. توكو اللي تغيب في بعض الفرق. سيفعل زكريا يحاول على مرور لكن يغطي عليه اي طير الايسر. انطلاق هذه المواجهه 0-0. المتوقع للمنتخب المغربي هو من سيفرض ايقاع. ثاني رحيمي يرفع ديال الكره الراسيه بعد ذلك لكن على مرمى المباراه النهائيه. الشان الماضي اكيد الجولياتور النسخه الماضيه ويبحث عن تعزيز الرصيد في مشاركات كاس افريقيا. حسين عموت الصورة على الرجل اكيد. هنا المساوي يدارك المساوي، ميمورش المساوي، لا زالت هنا الطوغولي متابعة من جديد. وليد الكارتي بخارج القدم، ممتاز الفكرة ولكن تطول على، ستلعب بدفاع متأخر، ستدافع بمقربة من الحارس ايبا. وطورة هذا اللاعب إذا أتيحت له الفرصة تلعب ديال الكرة العرضية في اتجاه أيوب الكعبي، لكن المساوي يلحق على الكرة المساوي والعرضية وفرصة ركلة جزاء. لا فيها تدخل، فيها تدخل، هاي الإعادة من جديد. أو فيها تدخل في من زاوية أخرى، تدخل واضح أمام مقربة من الحكم. فيها تدخل، فيها تدخل، هاي الإعادة من جديد. أو فيها تدخل في حق اللاعب بهذا يعني القرار، يعني شفنا الإعادة من عدة زوايا. ركزوا على الرجل اليسرى إفريقيا بينما تبادل الكروي جميل. هنا سفيان الرحيمي مع أيوب الكعبي ولكن الدفاع يدخل. نعم واحد من المدافعين الشباب المحمدية الفريق الذي ينو في اسم هنا سجل بهذا الملعب تحديدا في عام 1900 وما وصل لنصف النهائي ولعب أمام فريق النهضة البركانية. الكرة في منطقة تمشي كراها محاضرة مرة أخرى. التدخل ينفذ هذه الركنية والتدخل من بعد كاي يرفع للقيم الثاني وبالراس التدخل والمرمى. لحظات هنا يضغط فيها عناصر منتخب طوغو لكن دون تمشي كرة هنا من زكريا حدريف أمام سفيان الرحيمي، يلحق عليها يا رحيمي. كان عندك المجال يا رحيمي تمرر، كان عندك المجال يا رحيمي معي. هنا لما مرر كرة يحيى تمشي لي سفيان الناجي، يعمل المراقبة والتغطية والتدخل من البوفتيني في نهاية الأمر. نعم جديد عنده بعد فضل تمرير ناحية سفيان الرحيمي، مراقب هنا تلعب سفيان الرحيمي. هذه الإعادة مجددا، سيكون هناك تبادل للأدوار والمراكز بين العربي. الناجي فضل العودة للخلف في بطء نوعا ما على مستوى التحضير بالنسبة يا رحيمي. عندك المجال رحيمي العرضية ضاعت على الكعبي، الاستلام لم يكن. 3 أهداف مقابل هدف واحد. نعم ثالث لاعب في تاريخ الشان يسجل الهاتريك بعد السن موجودة في وسط الميدان، وهذا اللي يخلي المنتخب المغربي يلعب كرات وتمريرات. هذه الكثافة الموجودة في وسط الميدان ولكن حتى الكرات الطولية اعتقد بان فرصة. ركلة جزاء، ركلة جزاء في هذه اللحظات أخير جزاء من سينفذ. أعتقد يحيى جبران هو الذي سيذهب للتنفيذ. صاحب الخطأ يقع في لاعب المنتخب الطوغوري. هاي الإعادة من جديد، هاي الإعادة الأولى اللي طالب من خلال رحيمي بضربة جزاء كانت أوضح من هذه. عموما حكم يعلن عن ضربة جزاء الأول للمنتخب المغربي عن طريق اللاعب يحيى جبران. يركز فيها عادة يمشي رويدا رويدا لا يحيى جبران. يحيى يتقدم جبران ضيع لك يا يحيى لتسجيل الهدف الاول. عموما ننضم لهذه الركنيه. حكم يطلب اعاده تنفيذ ضربه الجزاء. شوف الاعاده مجددا. تحرك الحارس، الحارس والحكم فهو انتبه لخروج الحارس قبل تنفيذ باعاده تنفيذ ضربه الجزاء. ايبا هذه المره الحكم يكون صارم. 27 دقيقه جبران يتقدم جبران والهدف الاول. نعم اخيرا المنتخب المغربي يفعل ويسجل عن طريق يحيى جبران من ضربه الجزاء بعد ان قرر الحكم اعاده التنفيذ. 1-0 بعد السيطره ميدانيه للمنتخب المغربي. ويحيى جبران يقص الشريط الاول يسجل هدف رقم 28.